المساواة بين المرأة والرجل تعني الحقوق المشتركة في السياسة والاقتصاد والاجتماع، وهذه المساواة تقود إلى المواطنة الحقيقية العابرة للجنس واللون والدين. هذه العناوين كانت محور اليوم الأول من الندوة الإقليمية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع منظمة المرأة العربية والتعاون الألماني، بحضور فعاليات وشخصيات سياسية وقانونية من مختلف البلدان العربية. رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون تحدثت عن مفهوم المواطنة. تمثل المواطنة الرابط الذي يكون بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للانكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز. المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان تحدثت عبر صوت لبنان عن دور المرأة في الانتخابات. الانتخابات العامة صوتنا مثل صوته، ونحن نص الكتلة الناخبة. ليه عم نروح نعطي أصواتنا لقيادات سياسية بتميز بحقنا؟ ليه؟ لأنه نحن معنا بعد أنا برأيي ما بدي أظلم كمان النساء، بعدنا مش مقتنعين بشكل كافي بضرورة أنه يكون في حضور نساء بالقرار السياسي، علما أنه هيدا تكليف مش تشريف، تحمل مسؤوليات. هيدا شغلة وجعت راس، بس أنت عم تقولي أنا مواطن عندي حقوق كاملة، لازم مشارك بتحمل مسؤولية بتقرير المصير. أما النائب السابق غسان مخيبر فتناول دور المرأة من الجانب السياسي. المرأة اللي بدها تعمل بالسياسة لازم تتعامل بكل المواضيع المطروحة، من مواضيع السيادة للسلاح للاقتصاد، ولا يقتصر كلامها على موضوع حقوق المرأة، لأن بهذا الخطاب الجديد تضع نفسها في قلب العمل السياسي اللي هو ضروري لإقرار حقوقها. التمييز الإيجابي يصبح ضرورة بنطاق مرحلي لفترة زمنية يمكن ما بتتجاوز انتخابين أو ثلاثة، تبعده يلتغى وتصير المنافسة على أساس من الجدارة والمساواة المطلقة. وعلى جدول الأعمال المواطنة وقوانين الأحوال الشخصية وحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها. وفي الختام أبرز التوصيات التي خلصت إليها الندوة. رانيا عبيد، صوت لبنان.